صوفيا ما تسيبنيش. انا مش هسيبك يا خالد، بس انت. انا ايه؟ انت هتفضل معايا. يا صوفيا كلمته ايده بس. يا خالد، يا خالد انا حبيتك بجد، حبيتك كاني عمري ما عرفت اي حد في حياتي قبلك. حبيتك عشان انت خالد، مش عشان انت عم الولاد ولا عشان اقعد في فيلا المعداوي. انا لما قررت اني اتجوزك عملت كده علشان انا كنت متاكده من اللي في قلبي، علشان انا حسيت معاك بحاجه كنت طول عمري بتمناها. لكن الحاجه دي مش هتفضل جوايا لو فضلت ست تانية على ذمتك. يا خالد الكلام ده ما عنديش فيه اي تسامح. انا مش هقدر اتحمل ان تكون في ست تانية في حياتك زي ما انت كل حاجة في حياتي، وانت اكتر حد بحبه في الدنيا، لازم انا كمان ابقى كل حاجة في حياتك. بس ايه؟ انا مش فاهمة انت عايز تفضل باقي على راوية ليه؟ انت هتفضل باقي على راوية بعد اللي حصل منها؟ هتفضل سايبها وانت عارف ان هي كانت على علاقة غير شرعية مع هاني صاحبك؟ انت زعلان ان انا بفكرك؟ انا لازم افكرك لاني وعدتك اني هكون اكتر واحدة صريحة معاك. انت اذا كنت عايز تكمل مع راوية علشان ابنك فهو هيفضل ابنك سواء سبتها او فضلت معاها. لكن انا يا خالد مش هقدر اتحمل ان يكون في واحدة تانية في حياتك. انا كان نفسي الف العالم كله بعجل. ده جنونه. طب وهي الحقيقه غير شويه جنون؟ ولي انا بحبك، بحبك انت، بحب كلامك، بحب طريقتك في التعامل، بحب احتياجي ليك، بحب ركوب العجل معاك، بحب طموحك. عارف انت بالنسبة لي ايه؟ ايه؟ زي ما يكون كده واحد بيغرق شاف مركب من بعيد، او بقت هي كل امله في الحياة، هي حياته. هذا هو الحب الذي لا يموت. هي فين يا اخوي؟ هي فين؟ هي مين دي؟ هي ست بنتي اللي جوه، لازم نطمن عليها واشوفها بيها ايه. يا ست هي دي وكلام من غير بواب. القانون واضح وصريح، ممنوع الدخول لغير المتهمين. ممنوع قهوه بتاع ايه؟ روح استاذن من الضابط. يلا الله يسيئك. ثانية واحدة. استناني يا ابني جوا هنا لغاية اطمن على البيت. استر يا رب. اتفضلي يا حاج. شكرا يا اخوي. هو فيها ايه يا حضرة الزار؟ ايوه خير ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ اساليها حصل ايه؟ عملتي ايه المرة دي يا ليلى؟ بصيلي بصيلي ولا مكسوفة مني؟ مش هسيبك برضك. احنا اهلك بس لو نعرف في ايه. ما عملتش حاجه اقسم بالله العظيم، المره دي انا ما عملت حاجه. امال ولا ساكت فين؟ عند المقدمه في البيت. طب بالراحه يا اختي اهدي. هو ايه اللي حصل؟ احكي لي. عندي خبر ليك، لو عرفته هتقوم تتنطط. أنا حامل من خالد. إيه؟ شفت بقى؟ تعالي 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 يا راوية تعالي. أنت بنتي الغالية وغلاوتك زادت دلوقتي. الدنيا دي عليها حاجات غريبة. خالد اللي ما كانش بيخلف بقى متجوز اتنين. والاتنين حامل منه. تصور بقى أنا لو جبت ولد والمساهوكة هي اللي جابت البنت.
طول عمرك زي ما انتي، مش هتتغيري يا راوية. لا بالعكس، مين قال؟ ده انا بقيت راوية تانية خالص، راوية اللي شايلة حفيد المعداوي. تصدق ان انا حاسة ان انا بقيت بحب خالد؟ وانا بكرهك. لو فكرت في كل اللي انا عملته هتكتشف ان انا بحبك. انا بس كان صعبان عليا ان انت تتنزل عني بسهولة وتحب واحدة تانية وتتجوزها. عارف ان انا لو ما كنتش بحبك ما كنتش عملت كل اللي انا عملته ده. والخيانة؟ خيانتي انا ما خنتكش، انا كنت عايزة اجننك. اكيد ربنا ليه حكمة في انك تبقي حامل مني دلوقتي، لانك لو ما كنتيش حامل مني ما كنتش هرحمك. بس انا بقى عارفة ايه هي حكمة ربنا، لان هو اللي حاسس بيا وعارف قد ايه انا بحبك. ربنا عايزنا نقرب من بعض. صدقني يا خالد انا صادقة في كل حاجة بقولها لك. كده بس يا ابني ليه؟ مبروك. ايه الاخبار؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. بس انا شايف الحمد لله ان انت بقيت احسن من امبارح. انت بتعمل ايه؟ انا هخرج. تخرج تروح على فين؟ الدكتور لازم هو اللي يحدد. انت تعبان. انا عارف انا عايز اعمل ايه. ارجوك سيبني من فضلك. انت متاكد انك تقدر؟ طيب طبعا قادر. ما تقلقش يا ولاء. ولا علمتني ازاي اقدر اواجه الحياه. ولا خلاص الحياه انتهت. انا كمان حياتي انتهت. خير يا نجوى؟ صوتك ما كانش عاجبني في التليفون، قلقتيني عليكي. في ايه؟ عرفتي ان ليلى اتسجنت؟ احسن. احسن؟ طب واتفقنا معاها؟ تتسجن دلوقتي احسن ما ندخل معاها في شغل ونعتمد عليها وبعد كده يسجنوها. لا دلوقتي احسن. هو انت بتكلمي مين؟ ها؟ لا لا ما تحطيش في دماغك. ايه ده؟ ايه ده؟ الله، هو انت وجوزي بتبعتوا لبعض النكت عبر المحمول؟
طب والله كويس، انا برضو كنت عايزه حد يملى فراغه. كويس انها جت فيك انتي مننا وعلينا، ما انتي عارفه الرجاله عينهم زايغه، وما اضمنش بقى عينه تزوغ على واحده سنكوحه كده ولا كده. ما حدش قالك قبل كده يا نجوى ان عيب تتدخلي في خصوصيات غيرك؟ وحياة امك. لا يا نجوى، كله الا ماما. ازعل منك قوي، اصل ماما دي غاليه عندي جدا، تعبت عشاني كتير. انت يا بنت هتحكي لي قصه حياه اهلك؟ نجوى اهدي كده عشان نعرف نتكلم. لا اسمعي اما اقول لك يا غندوره، واضح قوي انك ما تعرفيش مين نجوى. اوعي اوعي تفكري تلعبي معايا لعبه مش تمام، وخلينا زي ما كنا حبايب، وانا هعمل نفسي ما خدتش بالي. وعلى فكره علاقتك بالبي جوزي دي ما تهمنيش، هو كله على بعضه كده ما يهمنيش، اشربيه. انما تفكري تيجي جنب مصلحتي انا اكلك. عايزه الحق يا نجوى، البي جوزك زمانه دلوقتي بيطلقك. انا والله قلت له ما تعملش كده، خليها على ذمتك، احنا مش خسرانين حاجه. لا يا شيخ. اه ده انا نسيت اقول لك كمان، التصريح بتاع الجريده بتاعك اتوقف، بيقولوا في مشاكل كتير قوي في التصريح، وانك اصلا ما تصلحيش انك تكوني رئيس التحرير، وانها لازم تتقفل بقى كده. هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ ايوه، انا بحب الطريقه دي قوي. عارفه يا ريتك كنت دخلتي الدخله دي من الاول. هتفتكري ان انا ممكن اتجوز البتاع بتاعك ده؟ لا طبعا، قلت لك قبل كده انا مصلحتي رقم 1. هو يعني عايز يعيش شويه ويفتكر ان هو جامد حبتين، وماله، نخليه يحس كده. هتاكليه البالوزه يعني؟ وحياتك هشربها له شرب. يعني احنا لسه على اتفاقنا ولا لا؟ سوري، قلت لك قبل كده انا ما احبش حاجه تعطلني عن مصلحتي. هو عمره ما هيثق فيا طول ما انا معاكي، واول حاجه هيطلبها مني ان اقلب عليكي، صح؟ بس انا بقى عشان ما احبش اطلع ندله، انا بقى هطلع جدعه معاكي، هقول لك خدي كل حاجه. قدامك 24 ساعه عشان ترتبي نفسك. هتوحشيني قوي يا نوجه. اه نسيت اقول لك، مش انا عملت مجله جديده عن الموضه؟ والله عادل ده فظيع، بمجرد ما ساعدت الوزير السابق قال له تاني يوم على طول جابها. بس اسكتي يا نجوى، قال كلام عليكي مش قادره اقول لك، كلام فظيع قوي. باي باي بقى يا حبيبتي. اللي بتقوله ده جنان، انت فعلا خلاص اتجننت؟ في ايه يا عماد مالك؟ مالي كويس، في ايه؟ انت اللي في ايه؟ لازم تفهمني انت بتعمل كده ليه؟ اوعى تقولي ان انت فعلا هتدافع عن اسمها ليلى دي تاني. الله، انت ايه؟ هتتدخلي في شغلي ولا ايه؟ وبعدين انت مش خلاص هتتجوزي؟ اتجوزي بقى وسافري مع جوزك، اطلعي من دماغي. ببساطة كده انت فعلا كنت بتحبه ولا؟ ميرفت، من فضلك من فضلك مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لا ما ينفعش، انا لازم اعرف انت بتعمل ايه وبتخطط لايه. عايز اعرف دماغك فيها ايه. اوعى تقول انك فعلا هتدافع عنها تاني، مؤمن ببرائتها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه يا عماد؟ طمني عليك، عايزه اطمن. انا كويس كويس وعارف انا بعمل ايه. المصيبه انك عارف ومدرك، يبقى اكيد في حاجه غلط. طب فهمني انت بتعمل ده ليه؟ مرفت سيبيني لوحدي ارجوكي، لو سمحتي. انا قلبي مش مطمن يا نور. وانا برضه. معقول يا عماد يكون بيفكر بالشكل ده؟ يعني حبه الولاء كان كله وهم ولا ايه؟ هيدافع عنها تاني يا نور؟ انا بصراحه ما بقتش فاهمه خلاص، انا هحاول اجيبه على هادي كده وافهم ايه اللي في دماغه. مش هيقول لك، لو كان عايز يقول كان قال لي. اهلا اهلا يا ست بهير. اهلا يا حبيبتي، نورتي. تعيشي يا اختي. هو الباهي مش عاوز يقابلني ولا ايه؟ لا ليه بتقولي كده؟ انت عارفه بس بعد الحادثه الاخيره هو ما بقاش بيمشي. تعالي نقعد وهو على طول هيجي. تعالي يا اختي. أكيد الزيارة دي وراها حاجة. الواد. ماله الواد؟
أني قلقانة عليه، مين هيربيه؟ قلقانة عليه من أهله؟ مش هكدب عليكي، أني حطيت نفسي مطرحكم، قلت إن أنتوا من حقكم وتشكوا في نسب الواد 100 مرة، فقلت بيني وبين نفسي كده إحنا أولى بيه. تقصدي يعني إن إحنا ممكن نستغنى عنه؟ لا أني ما قلتش كده، بس الواد هيفكر جده بكل حال، هيفكروا بليلى اللي قتلت ابنه اللي متهمة على ذمة قضية تانية. كبدي عليك يا ليلى. طب ليه ما تقوليش إن هو هيفكروا بابوه ويخلي المعداوي يتعلق بيه أكتر من كده؟ يا ريت يا أختي، من بقك لباب السامي. إزيك يا ست بهيرة؟ ألف سلامة عليك يا بيه، ألف سلامة. الله يسلمك. بالنسبة لساجد، إحنا أهل أبوه وإحنا أولى بيه، إحنا اللي هنربيه. عارفة يا بيه، أنا ما قلتش حاجة، بس أنا قلت يعني 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 أخدوا الفترة ديت لغاية ما الأمور بتتحسن. الأمور كويسة والحمد لله. وعايز أقولك على حاجة، أنا دلوقتي ما بقاش يهمني ليلى ولا علاقتها بينا ولا القضية اللي هي متهمة فيها. عايز أقولك كمان وما تزعليش مني بقى، وجود ليلى في حياة ساجد شيء سيء للغاية. هما مسؤولين عن أفعالهم، صحيح احنا غلطنا في تربيتهم، بس هما كبروا يعني مسؤولين عن تصرفاتهم. مش هنفضل بقى كل ما يغلطوا نقول ان احنا السبب، بس احنا لازم نوقف جنبه. يا ترى انا وانتي بنعمل ايه؟ ما احنا واقفين جنبهم اهو عشان غلطتهم وغلطتنا. حتى لو كانت غلطتهم احنا لازم نقف جنبهم للاخر. الست بهيره قصدها تقول كده. اه، نستحملهم ونقف جنبهم باننا نسيبهم ياخدوا جزائهم، بدل ما كانوا يمشوا في الطريق الصحيح مشوا في نفس السكه اللي احنا مشينا فيها. يعني احنا السبب يا معدوي بيه، وطالما احنا السبب يبقى لازم نتحمل النتيجه لحد الاخر. ايوه، موت يوسف كان عقاب ليا على حاجات كتير عملتها وعلى تربيتي الغلط ليه. بس لازم يا ست بهيرة تعرفي ان احنا بنتعذب زيهم، ويمكن عذابنا يكون اكبر واشد وابشع. سيبيلي ساجد، سيبيلي ساجد، انا هربيه. يمكن ربنا مد في عمري عشان اربيه التربيه اللي كان المفروض اربيها ليوسف. بس لو حسيت يا معدوي به لو لحظه واحده بس انك تعبت منه او الواد عامل لك اي مشكله، اني موجوده. اكيد، ما انت تعتبري سته، يعني انت ليكي فيه زيي ويمكن اكتر. بتعمل ايه هنا؟ انا اسف، البيه مشدد اني ما تخشش الفيلا هنا تاني. انت عبيط يالا انت ولا ايه؟ امشوا من وشي دلوقتي، احنا هنعمل لكم فضيحه هنا اهو. احنا اسفين، ده اوامر البيه. نهاركم اسود ونيل، والله هنعمل لكم مصيبه. رد بقى. ده والله انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. عايز افهم ايه؟ عايز افهم كل حاجه. انت بترميني انا؟ بترميني دي اخرتها؟ انت عايز ايه؟ عايز حقي. حقك خدتيه خلاص. يعني ايه؟ يعني عشت في شقه نظيفه يومين ولبست كام فستان عمرك ما تحلمي بيه. يعني خدت اللي نفسك فيه وانا خدت اللي نفسي فيه وبح. مفيش داعي للكلام. الحقيقه انا بعاتب نفسي على اللي عملته مع واحده زيك. انا لو اعرف ان انت بالاخلاق دي ما كنتش حطيت ايدي في ايدك. اتفضل يا فندم.
كلب. طيب بعد اذنكم. ما قتلتهاش والله يا عماد، ما قتلتها. متأكدة ان انت عمرك ما هتصدق ان انا عامل كده. اهدي اهدي، ما تسيبنيش يا عماد عشان خاطري يقف جنبي. انا خلاص ما بقاش لاقي حد غيرك. قولي لي هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ما اعرفش والله العظيم ما اعرف، بس ما اعرفش اذا السيستم جت شنطتي ازاي. مشيتي ليه؟ خفت. خفت لأنهم كلهم هيتهموني أنا، وده اللي حصل. تلاقيش أنا مش هسيبك، هتخرجي لازم تخرجي. أنا خايفة أوي يا عمي، خايفة. أنا مش عايزك تخافي، أنا زي ما طلعتك من الجريمة اللي فاتت هطلعك من الجريمة دي كمان. ليه؟ أنا هتجنن. اشمعنى دلوقتي بقت حامل يعني؟ كنت واثقة ومتأكدة ان انا هلاقيك هنا. انتي اللي دخلك هنا؟ قبل ما تقول اي حاجة عايزك تسمعني. انا مفيش كلام بيني وبينك خلاص. لا في دلوقتي بقى في. زمان كان كل واحد في نفسك. انت كنت شايف ان انا مغصوب عليك، وانا كنت شايفة ان انا مظلومة ومقهورة ومتاكل حقي. كنت عايزة أهرب من البيت وانتقم من كل اللي فيه بأي شكل. ليه؟ عملنا لك إيه؟ كنت عايزة أخلف يا خالد، زي ما أنت كمان كنت عايز تخلف. خالد، حاول تسمعني كده وتحس بيا. أنت كنت بتحس بإيه وانت قاعد وعارف ومتأكد إن أنت مش هتقدر تخلف؟ كنت بتحس بإيه وإنت ماشي في الشارع وشايف طفل وسط أبوه وأم؟ نار، مش كده؟ أهو أنا النار دي كانت جوه قلبي قدك مليون مرة، عشان كده كنت مجنونة، كنت عايزة أهرب أخلف بأي شكل. عشان كده روحتي لاني؟ هاني إيه وزفت إيه؟ أنا كنت عايزة المعلومة دي توصلك، تتجنن، تطلقني، تحررني، أتجوز وأحاول أخلف زي ما انت جريت ورا صوفيا، واحييت امل ان انت تخلف من جديد. ولا هو حلال ليك وحرام عليا؟ بس انا ما خنتكيش. وانا ما خنتكش والله يا خالد، ما خنتك. خالد، كل اللي انا عايزاه ان ابننا يتربى بينا وسط ابوه وامه. يا خالد، انا اتيتمت وامي كانت عايشه، وعارفه قد ايه الاحساس بيبقى قاسي لما تحس ان انت يتيم. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ كل اللي انا عايزاه
ان انا وانت نربي ابننا. انا عارفه خلاص ان انت هتسيب الفيلا وهتروح فيلا يوسف اللي كان موضبها، وهحاول اقلم نفسي ان انا اعيش من غيرك، بس مش عايزك تنسى حاجه واحده بس، ان انا ام ابنك. قالت لي انك قاعد هنا ليل نهار ما بتروحش البيت. مش فاهم انت، وانا كنت عايز اجي لك من زمان واتكلم معاك، بس كنت مستني لغايه ما تهدى شويه. عارف اكتر حاجه بتريح البني ادم ايه؟ البكا. عيط عيط او ما بيطلع كل اللي جواك. كان لازم تعمل كده من زمان قوي، كمان كان لازم تجي لي وتتكلم معايا وتقول لي جواك، ما تفضلش كاتم في نفسك كده. يا ابني حرام عليك نفسك. مش مصدق، مش مصدق انا ما بقتش موجود. انا بشوفها صدقك. ليه؟ ذنبها ايه؟ الحكمة من كل اللي حصل ده؟ أنا اللي غلطان، ما كانتش عايزة تروح الحفلة، أنا اللي صممت إنها تيجي عشان تبقى جنبي والكل يشوفها. أنا السبب. أنا لا، مش أنت السبب ولا حاجة. يا ريتها ما جت المكتب، يا ريتها ما اشتغلت معايا، يا ريتني ما عرفتها. في أمان، ده قدر ربنا. أنا ملفت قالت لي إن أنت بتبشر قضية ليلى. بص بقى سيدي، أنا النهاردة بقى جاي مخصوص عشان أقول لك ابعد. إيه رأيك؟ تيجي نسافر؟ مش قادر أفهم، إيه في دماغك بالظبط؟ ولا بتحب؟ حبيتها الحب اللي طول عمرك كنت بتتمناه، كنت بتستناه. عشان كده انا متاكد انه لا الا يمكن هتقبل انها تحطك في موقف شبه، ولا انك تعمل حاجه تضرك. بس كل اللي انا عايزه منك بقى انك ما تحسسهاش انها اخترت غلط. فاكر ان انا مش شايفاك، لا بالعكس وانا شايفاك وحاسه بيك كويس اوي، وده اللي خلاني مصدقك انك بتشوفها وبتكلمها. بس اوعى يا عماد، اوعى تخيب ظنها فيك.
ويتضح من ذلك أن النيابة تؤمن بعدم وجود دليل واحد يستطيع أن يجعل المشتبه به متهماً، وأن القبض عليها تم بصفة احترازية حتى تمام تحريات المباحث، والتي خلت من أي قرينة أو أدلة باقتراف موكلتي للجريمة. ومن غير المنطقي أن تحجز النيابة المشتبه بها بلا دليل أو بينة، وأن الدفاع ينأى بسلطة التحقيق عن الالتفات إلى تاريخ موكلتي ومسألة ارتكابها فعل القتل والتي ارتكبته كسبب من أسباب إباحة فعلها، أي أن فعلها لم يكن مجرماً في الأصل. لذلك برأتها المحكمة وأزالت من تاريخها هذا الاتهام. لذلك أطلب من النيابة التحري والنظر إلى هذا الأمر، وهي تأمر بتجديد حبس موكلتي أو الإفراج عنها. ما سمعتش رأيك. عايز ندفع كفالة ليلى؟ أيوه فلوسها. وانت فعلا عايزة تهرب من السجن؟ حقها. هو في عملية؟ انت طبيعي؟ الحقيقة أنا ممكن أتصرف أي تصرف قانوني وأخد الفلوس، بس أنا قلت أجي وأتفق معاك. بس أنت عارف كويس أوي إن نص مليون جنيه كفالة كبيرة أوي على ليلى. أنا متأكد إن أنت هتدفعها. وإيه اللي مخليك واثق أوي كده؟ لأنك زيي عايز ليلى تخرج. عماد اقعد لو سمحت. بكره الصبح هتكون الكفاله مدفوعه كلها.